وصلنا لآخر فقرة من صباحنا غير لليوم لنتعرف أيضا على فرقة اسمها أشتي للتراث الكردي. أكيد كان في لها عرض غنائي رائس بمناسبة عيد النوروز بعنوان وطني سوريا. هل أكيد الفن هذا كان بمجمع دمر الثقافي وكان تحديدا على خشبة المسرح المغلق. زميلتنا رزان سليمان كانت متواجدة ونقلت لنا صورة ورجعت لنا بهالتقرير. حفلتنا اليوم هي احدى الحفلات التي تهتم وزارة الثقافة دائما بالتسليط الضوء عليها، كونها يعني احد الفنون الذي يندرج ضمن التراث السوري. قدمنا لوحات متنوعة متشكلة من التراث الكردي. قدمنا اليوم 5 رقصات. الرقصة الاولى بتحكي عن التراث العراقي، الرقصة السورانية، وفي كمان عندنا التراث اللي بنقدم فيه انه الرقصة عن الحب، هي كانت رقصتنا الثانية. وفي عنا رقصة قدمناها بتمثل عن القوة كمان وعن قوة البنات بشكل عام. يعني أنا عازف ساز وعم غني، جيت للشام مشان نحتفل بعيد النوروز، وكل عام السوريين كلهم بخير ألف خير. وقدمنا عروض فلكلورية، أغاني فلكلورية، مقامات فلكلورية. نحن بنعتبر عيد النوروز ثقافة لنا، وهي واحدة من التراث القديم اللي نحن بنشجع انه دائما الأجيال القادمة تشيلها ان شاء الله. لنحكي أكثر سالي عن هالفعاليات رح نحكي بشكل موسع عن هالموضوع مع إدريس مراد، صحفي مهتم بالشأن الموسيقي السوري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك زميلنا إدريس. يعني اليوم خلينا نحكي بشكل هيك موسع، يمكن كنا نحن عم نحكي تحت الهواء عن الموسيقى قديش هي غذاء للروح رغم كل شيء نحن عم نعيشه، ولكن دائما عندنا مساحة للموسيقى، هي المساحة الخاصة. مثل ما شفنا بتقرير زميلتنا رزان، فرقة أشتي قدمت هيك ألوان من الموسيقى والرقص بمجمع دمر الثقافي. نحكي عن أهمية هالتراث، أحياء هالتراث وخاصة التراث الكردي كجزء من الهوية السورية. هلا في الحقيقة أنا فرقة أشتي بالنسبة إلي هي من إحدى الفرق المكملة لمشروعي بشكل عام اللي عم بعمله صار لي أكثر من 10 سنوات بشتغل عليه، هو الاهتمام بالتراث السوري بشكل عام.
يعني بأول مهرجان قوس قزح سوريا ب 2014 لما حاولت أني أجمع هذه الفرق وهذه الألوان السورية الجميلة، يعني كان حتى بتعرف في بداية الأزمة كانت والحرب والحرب على سوريا، هاي الفرق عمليا كلها كانت قاعدة بيوتها ما عم تشتغل يعني، وخاصة يعني الفرقة الميغري الأرمنية وفرقة بارمايا السريانية، هاي الفرق يعني وخاصة بالمنطقة الشرقية، انتو شفتوا شو صار بنتيجة نتيجة الإرهاب والحرب، فما كان عنده أمل بقى تجي تطلع على المسرح مرة ثانية. فلما عملنا هذا البداية زرتهم واحد واحد، زرت قامشلي وزرت الأرمن وزرت السريان وزرت الشراكس، وحاولت ضبهم مول جديد وأعطيهم أمل مرة ثانية إنه بدنا نعمل شيء مهرجان لهذا. فيومتها ما كان في ولا فرقة كردية جاهزة لأنه تعمل هذا النشاط، مشان يعني تكون هي يعني تمثل الجانب الكردي في هذا الخارطة السورية الجميلة والكبيرة. فأنا أسست، قلت لحالي أنا بدي راح أسس هاي الفرقة مشان تعمل هذا الدور. بلشنا بفرقة داشتي إنه تكون هاي مهمتها لإكمال هذا الألوان السورية، هاي الألوان السورية. ففيما بعد لما شفت الشغلة إنه يعني فيني أعمل شيء جيد باتجاه هذا التراث كجزء لا يتجزأ من التراث السوري، استمريت فيه. بعدين وزارة الثقافة طلبت مني أن أعمل احتفالية نيروز، إنه فرقة تاشتي اللي بدأ تحيي هاي الاحتفالية، وبالأحرى كانت مبادرة مني وافقت عليها وزارة الثقافة مشكورة. ومن يوميتها صرنا نقدم حوالي 4 أو 5 حفلات سنويا من خلال هاي الفرقة. السنة حقيقة كانت يعني تطورت بشكل جيد، وخاصة صار اعتماد الفرقة على الأعضاء الموجودين بدمشق. سابقا كان في أعضاء متحركة يعني متنقلة، طلاب جامعة بيدرسوا جامعة بيخلصوا جامعة بيرجعوا، بيكونوا ضلوا بالفرقة سنة سنتين، تعلموا منيح راحوا ما استفدنا. فبس هذا العام حقيقة صرنا يعني لأول مرة في عنا على ما يعني حوالي 6 شهور بروفات مستمرة، بتعمل يعني بتدربهم، تصمم لهم الرقصات. أزاز سفريان مصممة الرقصات، وهي كمان عندها ألمام بالتراث السوري بشكل عام. السنة كلهم صاروا من أهالي دمشق، يعني الأكراد الذين يسكنون دمشق، فقدرنا نطور خلال هاي السنة هاي الفرقة. فأنتوا شفتوها بخلال التقرير أو اللي حضروا الحفل امبارح قديش في درجة تطور عند فرقة تاشتي، قدرت تقدم 7 لوحات يعني بالفئتين موجودين بالموجودتين بالفرقة، الفئة الصغار اللي قدمت لوحتين وفئة الكبار اللي قدمت 5 لوحات. خلينا نحكي لك عن اليوم قد ايه مهم يمكن هي الفعاليات من نسيج المجتمع السوري كجزء من سوريا، خاصة انه كمان لهم دور كتير مهم بحفظ التراث السوري والفلكلور السوري الجميل مثل ما قلت. يعني كل حدا عنده تراث ثقافي خاصة فيه، كلها عم تصب بالمجتمع الكبير سوريا. السنة يعني هو يعني عيد نوروز بتهم شريحة مهمة من الشرائح السورية، يعني أكيد فكتير مهم يعني. وكل عام يعني كلنا كسوريين عم نحتفل يعني نحتفل بهذا العيد، يعني مثلا كل أصدقاء يعني الأرمن والسريان والعرب كلهم صاروا يباركونا، كلهم صاروا يحطوا بوستات على الفيسبوك. فهذا الإخاء وهذا العمل المشترك أنا برأيي كان حتى الموسيقى والشيء اللي عم نعمله بدمشق بتقديم التراث الملون السوري عملت هذا الشيء، هذا التقارب، هذا كان كثير مهم. أنه الشيء اللي اشتغلناه خلال 10 سنوات مرت كثير صار في يعني علاقة أخوية أو رسخت هاي العلاقة ما بين الألوان السورية. فعلى سبيل المثال في ختام مهرجان قوس قزح، يعني اللي عم الختام هو 5 أيام ختام نعمله بالدار، تخيلي أنه في 1500 شخص بالجمهور قاعدين على كراسي الجمهور، كل واحد بيحكي لغة، وبالمقابل في 200 فنان
بالكواليس كل واحد بيحكي لغة حلو. والكل بيشجع كل، فهذا كان له دور كثير مهم، انه يعني دور تعريفي على الثقافة السورية بشكل عام. يعني لعبنا هذا الدور، الشغلات اللي اشتغلناها لعب دور كبير انه كلنا نتعرف، كلنا نتعرف على الكل. يعني نحن بالإضافة يعني عم بعمل شيء له علاقة بالألوان السورية كلغات، كمان نحن عم نعمل شيء له علاقة بالبيئات. يعني حقيقة أنا عملت كثير شغلات له علاقة بالتراث الفراتي والتراث الساحلي والتراث الحوراني وتراث منطقة الجنوبية، فهاي المسائل كان من الضروري جدا، كان غائب عن مسارحنا، فكان من الضروري جدا أنه نعرف العالم، نعرف دمشقي على تراث الجزيرة والساحلي على تراث درعا. فهاي المسألة لعبنا فيها دور كبير ونجحنا بهذا الأمر. يعني مثلا أنا مبارح كنت بحمص بحفلة من حفلات الفرقة الفنية الشركسية، يعني بتوجيه من السيد الوزير أنه كل الفرق اللي اشتغلت بقوس قزح لازم تقدم بكل مناطق محافظة. أو محافظة سورية. فمبارح بدأنا مع الفرقة الفنية الشركسية بحمص، فكان في جمهور هائل، وكان في يعني كثير تفاعل مع هذا الفن، لأول مرة بتقدم فرقة شركسية على مسرح قصر الثقافي في حمص. فمن الضروري جدا كلنا نعرف الكل والثقافة، لازم تعم ثقافتنا كسوريين، لازم كلنا نعرفها. نعم، هي الألوان ما أنا موجودة غير بسوريا عن جد. طبعا يعني هذا الدول هي ما يميز سوريا، هي اللوحة اللي نحن دائما بنفتخر فيها، انه نحن مزيج متجانس، ما رح نقول مختلف، نحن متجانسين مع بعض، والدليل هو توثيق حالة التراث اللي انتم عم تقوموا فيها. يعني هدول الحفلات اللي نحن عم نعملهم، بدهم يقولوا هلا ليش عم نعمل هدول الحفلات، وليش كل مرة بقرنة، وليش كل مرة شيء، هدول هي حالة لتوثيق التراث وتبادل هيك الشغلات الحلوة بين بعضنا، ودائما هيدا اللوحة لا تكمل، بدها تكون متناغمه. يعني انا برايي نحن، انا كصحفي بيشتغل بشان الموسيقي، مو دائما لازم ننتقد نحن كصحفيين. صحيح. مو لازم، صحيح. نعمل شيء عملي، ولما بتشتغل انت كشخص عمليا في كثير ناس بيوقفوا معك، في كثير معنيين بيوقفوا معك، وهذا بين لي. يعني لحد الان مثلا اليوم مهرجان البزق اول هلا عم جهز لمهرجان العاشر، يجوز اول مهرجان بالعالم عم يستمر بدورات مستمرة، يعني دورات متتالية وعشر دورات. الوزارة الثقافة ما قالت لي لا مثلا، أو مثلا مبارح باحتفاليات نوروز بمجمع دمر في أتاشتي، وزارة الإعلام يعني بعتت كل القنوات السورية، عملت تغطيات وعملت تشجيع. فلما بتعمل شيء أعتقد المعنيين يعني بتوقفوا معك، يعني مو لازم دائما نحن نقعد وننتقد. طيب طالما أنا ملم بهذا التراث، طالما أنا فيني أعمل شيء، فلازم كل واحد منا يعمل شيء بمكانه، وخاصة بهذا الوقت اللي بيتعرض تراثنا وثقافتنا وكل شيء عندنا جميل بيتعرض للسرقة وللنهب وللقتل ولكل شيء. قد ايه حلو الواحد يكون متمسك بثقافته وتراثه والفلكلور الخاص. نعم. لانه نحن يعني بلد متنوع ثقافيا وحضاريا، حتى في عنا حضارات كثير سالي عديده متعدده وما بتشبه بعضها، لكن كله بيصب انه هن تحت اسم سوريين. نعم. احنا نتشكرك كثير لوجودك معنا، بنتمنى لك التوفيق، وايضا التوفيق بجولتك بالمحافظات السوريه وبمهرجان البزق قريبا باول نيسان. نعم. شكرا لوجودك. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. كل الشكر لك استاذ ادريس مراد، صحفي ومهتم بالشان الموسيقي، وان شاء الله هيك بنشهد شغلات اجمل واحلى، وتكون هيك بلدنا انفرجت ورجعت مثل قبل واحلى من قبل. يعني الاخباريه السوريه دائما بتخجلني، هي اكثر شيء، يعني هي دائما بتواكب كل شيء عم بعمله ثقافيا. واجبنا. فشكرا لكم، شكرا لكل كادر في الاخباريه السوريه. شكرا جدا. شكرا.